大家好，我是任宁，毕业于爱因夏莫斯大学中文系，目前在中建埃及分公司埃及新首都 CBD 项目工作，作为埃中文化交流的小使者。今天我想给大家分享几个我所经历的志愿服务小故事。من سنة 2019 نظمت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CEC مصر متطوعين لزيارة المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية ومدرسة مصر الحرة للغات اللي بنتهم شركة CEC كمساعدة من الصين من أكثر من 10 سنين، وتم تقديم تبرعات خيرية هناك. في كل زيارة الأطفال بيتبسطوا جدا لما بيقابلوا المتطوعين من شركة CEC وبياخدوا صور تذكارية معهم. من بين الزيارات اللي فاتت اتأثرت جدا ببنت صغيرة من مركز شبين الكوم اسمها حلا. كانت حلا من صغرها بتقعد تراقب كل قطر وهو معدي وتتمنى انها تقدر تشوف الدنيا من حواليها، لحد ما جه يوم وداها والدها للمدرسة الصينية دي، وقالت حلا انها حبت المتطوعين اللي جايين من شركة CEC جدا، وحبت كمان قصص بناء اطول برج في افريقيا اللي كان بيحكيها المتطوعين. وبمساعدتهم حالة تعلمت كتابة كلمة مرحبا بالصين يحاو، وبدأت تعرف قصص أكتر عن الصين، وقالت لنا أنها بتحلم تبقى مهندسة زي المتطوعين لما تكبر عشان تحقق أحلام ناس كتير في المستقبل. بعد ما شفت فيديو حالة اتمنيت أني أشارك في الزيارات الخيرية دي. وأخيرا في يونيو 2021 شاركت في زيارة المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية اللي نظمتها الشركة، وكنت مقدمة الحفل اليوم ده. في اليوم ده كمان اتبرعنا بكمامات للأطفال وأدوات مكتبية وكتب تعليمية صينية وهدايا تانية كتير. وعشان ترحب بينا المدرسة قدمت لنا فقرات ممتعة زي فنون الدفاع عن النفس الصينية الوشو والغناء الفردي، واتبسطت جدا بأداء الأطفال وفرحتهم بوجودنا معاهم في اليوم ده. في يومها المدرسة ادت لنا سلسلة مفاتيح عليها عبارة المدرسة المصرية الصينية، وحسيت وقتها بالترابط والوحدة بينا، وفهمت كويس معنى المقولة الصينية اللي بتقول تنغ رين مي كوي شو يو يو سيان. بالإضافة لأنشطة التطوعية في المدارس، الجهود اللي بذلها المتطوعين في فترة الوباء ما نقدرش ننساها أبدا. لما ظهر وباء كورونا في 2020 أرسلت شركة CEC فريق طبي محترف لمشروع CBD للقيام بالإرشادات الوقائية وتنفيذ لوائح الوقاية من الوباء والإجابة على أسئلة الموظفين للتخفيف من قلقهم. وفي ظل انشغالهم كل يوم شاركت أنا وزملائي المتطوعين في أعمال الوقاية من الوباء، وأذعنا فيديوهات تعليمية بعنوان الخطوات السبعة لغسل اليدين والارتداء السليم للكمامات اللي صورتها مجموعة العمل مع ترجمة باللغة العربية، وعرضناها على شاشات التلفزيونات في موقع المشروع عشان نوري كل الموظفين الطريقة الصحيحة لغسل الإيد. وقمنا كمان أنا وزمايلي بأعمال تطهير الموقع وتوزيع الكمامات وغيرها من الأعمال التطوعية. في ابريل 2020 اتبرعت شركة CEC بعدد كبير من المستلزمات الطبية للحكومة المصرية لمكافحة الوباء، وتم تسليمها داخل مشروعنا. في الوقت ده كان في بيتين شعر مكتوبين على كراتين المستلزمات الطبية: تين شان يي داو تونغ فونغ يو مين يو هي تان شي يانغ سيانغ. وقتها قال لي زميلي الصيني ان معناهم هو ان على الرغم من طول المسافات بين البلدين، الا ان اتحادنا في مواجهة الصعاب بيجعل مننا اكتر وحدة وترابطا. في اللحظة دي فهمت كويس معنى مصطلح مجتمع مصير مشترك للبشرية، لان مصر والصين طول عمرهم مع بعض في الاوقات الصعبة قبل الحلوة. مر اكتر من سنتين على زور الوباء، بس بفضل جهودنا كلنا تم تنفيذ اعمال الوقايه من الوباء واعمال البناء بصوره سلسه. في يونيو 2021 احتفلنا باكتمال الهيكل الخرساني للبرج الايقوني اطول برج في افريقيا، وفرحنا جدا لما شفنا ثمره جهودنا والانجاز الكبير اللي حققناه سوا. دايما عندي استعداد اشارك تجربتي الشخصيه عن الثقافه الصينيه خلال السنين اللي فاتت مع زمايلي المصريين في الشركه، وده لاني بدات اتعامل مع الصينيين من وقت دراستي في الجامعه. وفي مرة قدمت محاضرة ثقافية لتعريف المهندسين المصريين على ثقافة الأكل الصيني وعاداتهم التقليدية وبعض الصدمات الثقافية اللي مش موجودة في مصر، زي شرب المياه السخنة والرقص في الميادين وغيره. بعد المحاضرة الكل شارك بحماس في مسابقة استخدام عيدان الأكل الصينية لالتقاط الفول السوداني. حسيت بأهمية وقيمة مشاركتي في الأنشطة التطوعية. قبل الوباء الشركة كانت بتسفر الموظفين المتميزين للصين كل سنة، وأنا كمان زي حالة عندي حلم، أتمنى أن الوباء ينتهي وأقدر أسافر للصين وأزور المدينة المحرمة وأطلع سور الصين العظيم وأزور المقر الرئيسي لشركة CEC. وبعد ما أرجع هشارك أكتر في أعمال تطوعية للتبادلات الثقافية بين مصر والصين مع زمايلي عشان نساهم في بناء الحزام والطريق وازدهار وتألق الصداقة المصرية الصينية.